أعزائي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غادي نتكلموا على الطمع. مشكل الإنسان الطماع أنه دائما في تعاسة، فهو دائما يبحث عن الأشياء اللي ما عندوش، وبمجرد ما توصلها تقلب من جديد على أشياء أخرى وهكذا ذواليك. فإذا الحياة عبارة عن تعاسة مستمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تقول: اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع. فهذا تيبين مدى أهمية الحد من هذا السلوك السيء اللي تيدر مولاه وتيدر المجتمع على أساس أن الشخص يأخذ مكان أشخاص آخرين محتاجين الموضوع ما. وفي النهاية يعني السعادة شيء لا يأتي بالحصول على ما ندرك، ولكن يأتي بتقدير وإدراك ما نملك. شكرا على تتبعكم، وما تنسوش سلوكك يحدد قدرك.